رقبتي فدى رئيس الجمهوريه بتاعنا، ده كتر خيره ربنا يخلي له عياله، ربنا يخلي له عياله سياده الرئيس السيسي. انا بسمعجي وبحبه، انا بلديه عبد الناصر رئيس الجمهوريه عبد الناصر من المركز بتاعنا بني مر. من بني مر، انا من مركز ابنوب، نفس المركز بتاع عبد الناصر ابنوب. تمام. عبد الناصر ده السيسي رئيس جمهوريه ابن عبد الناصر، هو عبد الناصر قال لك انا ما بخافش من امريكا، انا بخاف من ربنا، من ربنا ابو الكل، ربنا ابو الكل. الناس الاخوان دول ناس ارهاب مسكينه بس، واللي في السجون يتدبحوا في الموازين عشان نفش غلالنا، عشان لمؤاخذه واقفين خونه جواسيس على البلد. امريكا عايزه تاخد مننا بلدنا ببعدها، ده احنا مصر منبع الرجاله، مصر اللي ماتوا في السويس، اللي ماتوا في السويس بنعد عليهم ونقرا لهم الفتح. اهلنا الجيش، اهلنا الجيش، اهلنا. هو حد يقول لك الجيش ماسكها 60 سنه 70 سنه؟ الجيش اهلنا، جدودنا الجيش، ولاد عمنا الجيش، ابويا في الجيش، انا كنت في الجيش، بلدنا لازم نخاف عليها. ما احناش الجيش، ده جيش بلدنا، ده احنا بحمايه ربنا وهو بعد ربنا. ايوه. قول لي ليه حضرتك بتحب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ انا بحبه ان حبس الخروف مرسي، وانا بقول وما بخافش من اي واحد اخوانجي، انا عايز واحد اخوانجي يضربني طلقه، انا بقعد ما بنامش لو واحد يرمي لي حاجه اتبعه اتبعه، انا بحارب لبلدي زي ما سياده الرئيس السيسي بيحارب لبلده وخايف على امن بلده وخايف على بلده. وراجل محترم بقال ثلاث سنين ونص عمل مشاريع وعمل طرق وبنى. الناس اللي هي الغلابة اللي كانت في الجويه بنى لها شقق بعفشها، ناس غلابة ما فيش حد سال فيها قبل كده. تحيا السيسي، تحيا السيسي، تحيا السيسي، السيسي رئيس وحبيبي وحبيبي السيسي. ايه رايك في مشروع قناه السويس الجديده والعاصمه الجديده؟ يا بابا الراجل ده دماغه حلوه، الراجل ده عايز يبني البلد، بس الشعب يستنى عليه، يستنى عليه يا ريس. رئيس السيسي راجل محترم، راجل هيبني في مصر، واحنا عايزينه يا رئيس السيسي يا ابن جمال عبد الناصر من بلدنا، احنا في ظهرك وعايزينك تمسك 5 و10 و20 لحد ما عندنا تغفل كده ونموت وتقف جنب مصر بعد ما نموت احنا. يلا يا كلب، يلا يا كلب نضربك بالجزمة، هاتوا ياك، يلا بلا ركبنا الناس عليك، اطلع حاجة بغليطة، يلا يلا هحبسك يا كلب. خلاص خليك معانا معلش. لا لازم ارد. انت بقى طول النهار ناس رايحة جاية كده بالجزمة التخين، بالجزمة. انا بحارب عشان الرئيس لو هتذبح، انا عايز واحد يذبحني، انا عايز واحد يذبحني. ما اللي مخرب الدنيا ايه؟ اللي مخرب الدنيا ايه؟ يا ريت كل واحد هياخد الحق، بس انا مبسوط من الرئيس السيسي، كل واحد هياخد حقه بعد كده. تمام. ليه؟ ابنه ربنا يديله الصحه في الرقابه الاداريه، موقع ناس شديده، ربنا يخليهم له، واقفين جنب ابوهم يا عم. دي أمانة يا ريس، رئاسة الجمهورية دي أمانة، أمانة الإنسان راح يتحاسب عليها، ما متش النهاردة من بكرة. شوف بقى حساب ربنا، هيسلم حساب العبد. تمام يا عم سعد، متشكرين جدا وربنا يديك الصحة، ألف شكر. وإحنا سعداء بيك يا ريس، وعايزين نشوفك باستمرار.